خصك انت اللي قال عليها حمد الشمراني. اي طيب مساكم الله بالخير. انا طبعا سعيد بتواجدي هذا المساء. طبعا ابو محمد كف ووفى تحدث عن امور كثيره، انا اتفق معاه في جزئيات كثيره، لكنه الحقيقه ما لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني لما تعرض الى قضيه القضايا، وانا من الناس اللي رفعت عليه قضيه واستمرت حوالي سنه وثلاث شهور، ولكن انا اقول بعد امر الله سبحانه وتعالى ثم وقفت معالي المستشار يعني انهت القضيه. والا الحقيقه ان يمكن ارجع واقول كلام محمد، رغم اني انا شخصيا تواصلت مع الاشخاص المعنيين في هذا الموضوع وبينت لهم الوضع. وللاسف انا بقول كلمه يا جماعه، انه موضوعي اللي اثاره اعلامي ويعتبر زميل اصر على اني انا كنت اقصد في هذا التغريده او في هذا المفرده، وبالتالي صار اللي صار. لا ترجع لها خلاص. المهم فالموضوع طول، ولكن لا انا بس حبيت اني ارجع واقول لما تحدث عن الاستاذ احمد في الموضوع، انا اقول حقيقه نعم انا اتفق مع ابو محمد كثير. وقفه ابو ناصر انا معي شخصيا في هذا الموضوع طيب الحقيقه ازاحت علي هم كبير، لانه بالفعل كان الامر يعني مقلق جدا حتى اسريا على شيء ماشي، على شيء ابدا يعني ما يستاهل اصلا مثل ما ذكر محمد انك تخلي شخص كل اسبوع كل 10 ايام الو تلفون تعال اطلع راح عود، لدرجه انه وجدت في لحظه من اللحظات انك كانك تقول خلاص انا في هذه الحياه حتى السلام عليكم محمد، معنا مسلمين. طيب كذا تكمطر تسمع.